بنرجع تاني على القاهرة مع كواليس مسلسل أمر واقع، واللي بيعتبر أول بطولة مطلقة لكريم فهمي، والمعروض طبعا على شاشة روتانا دراما خلال شهر رمضان الكريم. كاميرا برنامج عربود انفردت بالتواجد يوم كامل مع فريق عمل المسلسل أثناء التصوير، وقابلنا أبطاله اللي أكدوا مساندتهم لبطل العمل كريم فهمي في أولى بطولاته الدرامية. في غرفة بالطابق السابع بأحد مستشفيات القاهرة قابلنا أبطال العمل أثناء تصوير أحد المشاهد، وواضح من الحالة اللي احنا شايفينها إن كريم فهمي تعرض للإصابة داخل أحداث المسلسل، واللي بتدور حول حياة ضابط مكافحة العمليات الإرهابية، وتحديدا شخصية الضابط حمزة اللي بيحاول إحباط أحد العمليات قبل تنفيذها. قلب عندك يا كريم، واللي حضر العفريت يعرف يصرف. وكان موجود في نفس الغرفة زميله المقدم عمر أو أحمد وفيق، اللي قرر يقدم شخصية الضابط لأسباب شخصية. أنا يهمني في دور الضابط دور الشكل الاجتماعي بتاعه، الجانب الاجتماعي، وده الدور ده اللي خلاني أحب الدور قوي أو عايز أعمل الدور. هو أحد أسباب الرئيسية لموافقتي على دور الضابط في المسلسل هنا هي علاقته بأسرته، علاقته بأهله، ببابا ومامته. الجانب الآخر من الضابط اللي بيعاني زي اي مواطن، اني اقف عند نص المشكله، اني احلم نص حلم، او حتى اتعلم بنص امل. اما الجميله ريم مصطفى فهتظهر في شخصيه فرح الكئيبه جدا. لو قلت لك فرح علاقتها ايه بحمزه هيبقى صعب دلوقتي، هي في قصه حب وهتخش في حاجات ليها علاقه بالاحداث الرئيسيه بتاعه المسلسل، مش فكره بس قصه الحب اللي بينها وبين حمزه، لا هي هتمر بمواقف كتيره جدا، هنتعاطف مع الشخصيه، وبنقدر نقول ان هي متعرضه لحاجه، مش فكره ان هي واحده قاعده قد ما هي متعرضه لحاجه بيسموها كده يعني فوق قدره تحمل اي بشر. وهتطلع في دور اختها ابنه الفنان الراحل محمد متولي سمر، اللي دخلت عالم التمثيل مؤخرا. انا طالعة دور اخت فرح اللي هي ريم مصطفى. انا سبب من ضمن اللي هي مكتئبه وزعلانه وحاجات جزء منه. انا الست مش عايزه حاجه غير ان هي تحس بالامان العاطفي مع جوزها. كمان نهى عبدين ما سلمتش من الاكتئاب اللي فرضته عليها شخصيه سلمى. عامل دور سلمى اخت كريم فهمي، شخصيه جديده عليا، طالعه محجبه كئيبه شويه، وفي نفس الوقت هي الام اللي في البيت، لطيفه يعني، شويه كئيبه شويه كوميديانه شويه ام شويه بنوته شويه رومانسيه شويه جافه، فشخصيه متنوعه وجديده عليا، وان شاء الله يعني تتابعونا في رمضان وتبقوا مبسوطين. وفي دور جديد تماما عليه هيقدم ميدو عادل شخصيه سامح المصاب بالتوحد. انا كان من ضمن احلامي ان انا اعمل فيلم عن مرض التوحد، فما لقيت الدور جالي زغل عيني جدا، وما فرقش معايا المساحه، ما فرقش معايا حاجه، فجيت حبيت اني ابقى موجود في وسط هذا الكاست العظيم كضيف معاهم، عشان فعلا في امر واقع، في كتابه حلوه، في مخرج مهم جدا، في زملاء ممثلين جمال جدا على كل المستويات وكلهم اساتذه. واكيد هنعرف اكتر عن تفاصيل الاحداث المشوقه مع بدايه عرض المسلسل في بدايه الشهر المبارك على قنوات روتانا. عرض امر واقع على روتانا بالنسبة لي بيمثل لي إن على الأقل أنت كل الوطن العربي بيتفرج على المسلسل، الجاليات العربية اللي في أوروبا، فدي حاجة بتخلينا إن إحنا نبقى مطمنين وإحنا داخلين المنافسة. الحاجة التانية والمهمة إن إحنا بنعمل حاجة فيها تنوع، فيها دراما، فيها حالات اجتماعية وحالات إنسانية، فيها أكشن، فيها سسبنس، أنت هتعيش معانا كل الحالات اللي موجودة حاجة واحدة منها في كل مسلسل. يا جماعة اتفرجوا عليه، مسلسل حلو جدا، أكشن ورومانسي وكوميدي وكل حاجة، خليط كله. أما بطل العمل كريم فهمي فكان عنده اعتراض أنه يتقال أن المسلسل بطولة مطلقة ليه، وكمان أكد أن البطولة لأكتر من 15 نجم ونجمة بيشاركوا في المسلسل. الموت ما فيهوش احتمال، الموت ليه معاد. الرائد حمزة ضابط عمليات خاصة بيحبط عملية إرهابية، دي الشخصية اللي بيلعبها كريم فهمي في مسلسله الرمضاني الجديد أمر واقع، واللي بيتذاع على روتانا دراما وال بي سي. شرف ليا أن أنا يتعرض المسلسل على روتانا، واتمنى كده ان شاء الله انها ما تبقاش اخر مره ولا اول مره، بس يبقى على طول معاكم ان شاء الله باذن الله. هل هينافس نجوم زي احمد زكي والسقا وعز في اداء شخصيه الضابط؟ الاستاذ احمد زكي ده ما ينفعش اسمي يذكر جنبه يعني، بس السقا وعز دول نجوم كبار جدا برضو، شرف يعني ان الواحد يعمل حاجه شبههم. ثابت ابو سهر،
جاهزين ولا ايه؟ جاهزين ولا ايه؟ ما ينفعش نقول ان ده عمل ظابط وده عمل ظابط وده عمل ظابط يبقى ده بيكرر. اخر فتره كان فيها ظباط كتير وكلها كانت ناجحه. المنافسه خلت كريم ينفذ مشاهد الاكشن بنفسه وتعرض لاصابات. حصل حادثتين كده في المسلسل، مره واحده بموتوسيكل والتانية كان في خلال اكشن كده وقعت على سلالم، حصل شرخ في الركبة او كسر في الركبة معرفش هي وصلة لفين. وكمان نزل فيديو لحادثة الموتوسيكل على انستجرام، ونزل كمان مجموعة كبيرة من الصور اللي كواليس العمل والفانز تفاعلوا معاه بشكل كبير. اي اخبار بتخص حضرتك ما بتبقاش رخيصة، تلميحاتك مش عجباني. ورغم ان قفشات المسلسل بتقول انها بطولة مطلقة لكريم، الا انه عنده وجهة نظر مختلفة. كلمة البطولة المطلقة دي انا يعني بختلف فيها شوية، لان المسلسل مليان نجوم كبار جدا، مش هنقول حد وانسى حد يعني، بس في لا يقل عن 15 نجم ونجمة. لكن يا ترى هيقول لنا ايه عن المسلسل؟ هو مسلسل اجتماعي في المقام الاول قبل ما يكون اكشن، هو اجتماعي ثم بقى اكشن وسسبنس. نتناول الموضوع وبنناقشه بشكل مختلف. دكتور محمد رفعت كاتب ورق بشكل محترم جدا. وليه بيراهن على نجاح المسلسل في رمضان؟ في كذا عامل اعتقد ممكن يبقى عامل جذب، يعني من اول طبعا النجوم المشاركين في المسلسل، شركه الانتاج موفره كل حاجه للمسلسل بشكل كبير جدا. محمد اسامه اول اخراج لي، انا شايف انه عامل شغل كويس قوي. تخيل ان حد جاي بيقول لك انا هسرق بيتك بكره الساعه 7 وتبدا تستعد وتاخد احتياطاتك وبيتك يتسرق بس الساعه 9. مشاهدين روتانا استنوا مسلسل امر واقع على روتانا دراما. كل سنه وانتم طيبين. توكلنا على الله.